تستضيف الدوحة معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة استدامة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر من 14 إلى 16 من شهر مارس من العام المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر المؤتمر منصة رسمية لعرض الحلول والأفكار المقترحة التي تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتي تم التوصل إليها خلال العمل الدائم على مدار العام. المعرض يركز على أهداف التنمية المستدامة 17. هو الأساس في منه طرح أو خلق منصة تفاعلية للمجتمع بحيث يعرضون مشاريعهم ومبادراتهم، وفي دورنا نسهم بعد في تحقيق هذه المبادرات ودعمها. ويهدف المعرض إلى تشجيع الأفكار والصناعات الوطنية للعرض والتفاعل مع السوق الإقليمي والعالمي، ويستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن مونديال 2022 سيقام في قطر وفي موعده المحدد، مشدداً على أن هذا القرار لا رجعة فيه. وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك في ختام زيارة للدولة استمرت يومين. رئيس الفيفا كان حاسماً في رده على حملات التشكيك حول تنظيم مونديال قطر وموعده والادعاءات حول ظروف العمال، مؤكداً أن ظروف العمل تسير في الاتجاه الصحيح. كما أعلن إنفانتينو عن إنشاء هيئة رقابية تضم أعضاء مستقلين لمراقبة الأنظمة المعمول بها لضمان ظروف عمل ملائمة في الملاعب، والتي هي بصدد الإنشاء لتحتضن مباريات كأس العالم. وأوضح إنفانتينو أن الفيفا سيقوم بتعزيز وتطبيق هذه المبادرة، وسيقوم بالإشراف على النظام الذي تم وضعه من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، معبراً في الوقت ذاته عن ارتياحه الشديد لردة الفعل الإيجابي والدعم الذي ستوفره الحكومة القطرية لإنجاح هذه المبادرة. وتابع: أنا على يقين أننا نسير مع الحكومة القطرية على الطريق الصحيح بعد كثرة الأحاديث عن وجود انتهاكات لحقوق العمال، لكن بعد الزيارة الأخيرة والاطلاع على الأوضاع أظن أن الأمور على ما يرام. رئيس الفيفا كان قد حضر مباراة نصف نهائي بطولة كأس العمال في نسختها الرابعة على ملاعب اللجنة الفنية للاتحاد القطري لكرة القدم بالثمامة. كما قام قبل ذلك بزيارة أستاذ خليفة الدولي أحد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم، إلى جانب زيارة قام بها إلى المدينة العمالية وسكن العمال الذين يعملون في مشروعات مونديال قطر. كما عقد إنفانتينو لقاءات مع المسؤولين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث تناولت الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022. بالنسبة لنا كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس. طبعا هي زيارة الأولى لقطر بعد تولي منصب رئاسة الفيفا. يوم النص حقيقة ما تكفينا إحنا أن نعطي صورة كاملة عن الرؤية، نعطي صورة كاملة عن خططنا، نعطي صورة كاملة عن ماذا قطر تريد أن يعني تصنع من هذه البطولة، شنو الإرث اللي إحنا راح نجنيه من هذه البطولة. لكن حاولنا في قدر المستطاع أن إحنا نعطي صورة وافية. أشاد بالأفكار اللي موجودة، أشاد بسير العمل خاصة بالملاعب، أشاد بسير العمل بما يتعلق بموضوع حقوق العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وأيضا أشاد بمدينة العمال اللي تم زيارتها البارحة. يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لإنفانتينو إلى قطر منذ انتخابه في 26 من فبراير الماضي رئيساً للفيفا خلفاً لجوزيف بلاتر، كما قام مؤخراً بزيارة أيضاً إلى روسيا التي تستضيف مونديال 2018.
تحت شعار من الرياض المحترف إلى صحة المجتمع، انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للطب الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. إنه لمن دواعي الاعتزاز أن تحتضن دولة قطر هذا المؤتمر، انطلاقاً من كون سبيتار المركز المرجعي الخليجي المعتمد في الطب الرياضي من المكتب التنفيذي. وعلى مدار يومين يناقش نحو 1000 مشارك بينهم أكثر من 70 خبيراً أهم التطورات التي يشهدها مجال الطب الرياضي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين الخليجيين ونظرائهم الدوليين لمواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال. المؤتمر الخليجي الأول للطب الرياضي يأتي انطلاقاً من مكان سبيتار كمركز مرجع للطب الرياضي معتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين. وطبعاً هذا المؤتمر يناقش الخبرات ما بين المراكز الخليجية في الطب الرياضي وكيفية التعاون في مجال الطب الرياضي، بالإضافة إلى بعض المواضيع المهمة اللي تخص مقدمين الخدمة في إعادة التأهيل و الجراحة وكذلك العلوم التمارين والعلوم الرياضية. ويشكل تنظيم هذا المؤتمر خطوة هامة في مجال تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطب الرياضي، وتكريسا لدور سبيتار كمركز مرجعي معتمد لدول المجلس في هذا المجال. في دوحة الخير نجتمع سويا مع لفيف من الخبراء والعلماء من كافة أنحاء العالم وخاصة من دول مجلس التعاون من أجل مناقشة من أهم قضايا في تطور النظام الصحي وهو الطب الرياضي. حقيقة نشكر مؤسسة سبيتار والقائمين على مستشفى سبيتار وجميع العاملين في هذه المؤسسة المعتبرة والتي حقيقة نالت استحسان وقبول من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك من مجلس وزراء الصحة دول مجلس التعاون باعتباره مركزا مرجعيا متميزا سنتر اوف اكسلنس على مستوى ليس فقط على مستوى خليجي ومستوى الإقليم والدولي. يذكر أن جلسات المؤتمر تتناول موضوعات جراحة الإصابات الرياضية والرعاية الطبية متعددة التخصصات وإعادة التأهيل الرياضي وعلوم التمارين الرياضية. الوجه الآخر للجدار هي المجموعة القصصية الأولى للكاتب حمد الزكيبة والتي رأت النور لتضفي ألقاً آخر على المشهد الثقافي القطري. جامعة قطر نظمت جلسة نقاشية نقدية لهذه المجموعة في مبنى المكتبة، وذلك ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. الوجه الآخر للجدار يحكي عن إرث اجتماعي وإرث ثقافي. يمكن القصص الموجودة في المؤلف تتكلم عن ما قبل النفط، تتكلم عن السبعينات، تتكلم عن الثمانينات، تتكلم عن التسعينات، كل قصة لها حكاية قريبة من أبناء هذا الوطن يعني. والمسمى الوجه الآخر للجدار يمكن مأخوذ من إحدى القصص اللي موجودة، كيف بالإمكان أن الآخر أو الزائر أو الشخص اللي ما يعرف المجتمع القطري أنه يتعرف عليه عن قرب. هذه المناسبة طبعاً فرصة، وهي اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي صادف 23 من أبريل من كل عام. وفي كل سنة إحنا نعمل هاي الفعاليات ونعمل أيضاً معرض كتاب مرافق للفعالية. وفي هذا العام طبعاً كانت عندنا هاي الفعالية الثقافية المميزة والتي فيها استضفنا الكاتب القصصي القطري الأستاذ حمد الزكيب المري، وفي لتدشين مجموعته القصصية الجديدة الوجه الآخر للجدار، وهي فعلاً مجموعة قصصية تستحق من كاتب قطري مبدع ومتميز. طبعاً جامعة قطر البيت الأول الأكاديمي اللي أنا درست فيها البكالوريوس وتخرجت منها، المكتبة أو فريق المكتبة اللي هم اليوم نظموا هذه الفعالية، المكتبة كان لها دور أساس يعني، كانت المزار الأساسي أسبوعياً، إذا ما زرتها يومين أزورها يوم كل أسبوع، كان لها دور أساس في تكوين شخصية الثقافية
فعلا كان الحضور لمكتبة الجامعة في أيام الدراسة يعتبر رحلة ترفيهية بالنسبة لي. أشكرهم، أشكر القائمين على هالمعرض، أشكر القائمين على هالندوة. يذكر أن جامعة قطر نظمت معرضاً للكتاب أيضاً يستمر لمدة أسبوع بمشاركة عدد من دور النشر، بالإضافة إلى عدة جهات منها متاحف قطر.